بعد ارتفاع عدد الجرائم وحالات العنف وانتشار السلاح في المجتمع الفلسطيني، بات لزاماً على الجهات الرسمية والشعبية لجمها ووأدها قبل أن تفتك بالمجتمع ونسيجه. لذلك أطلقت قوى وفعاليات جنين مبادرة فلسطين أكبر من الجميع لمحاربة كافة الظواهر السلبية من بينها العنف والاقتتال الداخلي، بمشاركة ممثلين عن الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية والشعبية والمصلحين العشائريين. الفكرة أجت من خلال المتابعات لواقع شعبنا اليومي، من خلال دراسة موضوع الانقسام وتأثيره، الانقسام الفلسطيني وتأثيره على الحالة الفلسطينية، أيضا من خلال تصاعد مستوى الجريمة الإسرائيلية. الهدف أنه أن يقوم المجتمع المدني في ظل غياب المصالحة السياسية، أن يقوم المجتمع المدني بمحاولة لصياغة مصالحة مجتمعية على أساس عقد أو ميثاق وطني اجتماعي شامل يشمل الحقوق والواجبات. تهدف المبادرة إلى وضع أساس وحوار نحو عقد وطني واجتماعي من أجل مساهمة التعزيز السلمي والأهلي وسيادة القانون وتكوين جسم يحمل هذه الأفكار لتطويرها. احنا مش بحاجة نعيد التنظير في مسألة العقد الاجتماعي، ومش بحاجة نستنسخ هاي الفكرة، ولكن احنا بحاجة نستلهمها ونعمل احنا عقد فلسطيني يتعلق بالبيئة الفلسطينية، عقد خاص نحن بحاجته لكل مجتمع احتياجاته. الآن يجب أن يكون هناك مصلحة عليا للشعب الفلسطيني بتماسك هذا المجتمع، والعقد الاجتماعي يبدأ من تماسك المجتمع. وللحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمن الداخلي، لابد من وجود مجلس تشريعي يسائل جهات إنفاذ القانون في حال تقصيرها، ويراقب على أداء السلطتين القضائية والتنفيذية، ويقر القوانين التي تعزز السلم الأهلي وتحفظ الأمن والأمانة للمواطن. هذا ما ننتظره، أن يكون هناك مخرجات هامة على صعيد أولا التمسك بالقانون والقضاء في عملية حل أي إشكاليات. الأمر الثاني وهو أهمية الوصول إلى ما يمكن أن نشكل بمحاكمة جادة لمن يخرج عن الصف الوطني ومن يحاول عبث الوضع الداخل الفلسطيني. والأمر المهم جدا أيضا في هذا السياق وهو أهمية أن يكون انعكاسات لكل ما له علاقة في كل المحافظات الوطن من أجل معالجة الاختلالات الموجودة ومن أجل التفرغ لمواجهتنا لهذا الاحتلال المجرم. علينا أن نوحد جهودنا ونوحد كل الإمكانيات الخيرة من أجل أن يكون المجتمع موقف واحد، بعيدا عن المشاكل، بعيدا عن الاختلافات، بعيدا عن الخلافات بين فئات مجتمعنا الفلسطيني. وهذا الحوار يجب أن ينتشر أو ينتقل من محافظة إلى محافظة، وبالتالي محافظاتنا الفلسطينية كلها يجب أن تتحاور من أجل خلق جبهة واحدة. وشهد العام 2021 ارتفاعا ملحوظا وخطيرا للغاية في مستوى الجريمة بشكل عام، لا سيما جرائم القتل، إذ وصل عدد الجرائم التي وقعت إلى 66 جريمة قتل عمد وغير عمد في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة.